دكتور أليكس رحب جنابك إذا كنت تسمعني مرة أخرى وأسأل سؤال، هل ستكون متغيرات بهذه الانتخابات ومفاجآت ممكن ما تتوقعها القوى السياسية اللي قريبة من القرار والسلطة؟ مساء الخير دكتور قصي، تحياتي للضيفين الكريمين. الله يحفظك. حقيقة اليوم المشكلة أنه الإقبال على الانتخابات كان ضعيف جدا، يعني يقال أنه النسبة أقل من 20%. قبل ما أتحدث عن النتائج أقول في أي انتخابات بالعالم إذا نسبة المشاركة لم تتعدى 40 هي لازم 50+1، فهذا معناه هناك مشكلة نظام مع الشعب الموجود في ذلك البلد، يعني الشعب رافض النظام السياسي لهذا مدى يشارك بالانتخابات. يعني هسه مهما كانت النتائج لا تعتبر تعكس وجهة نظر الشارع الأغلبية 80% التي لم تشارك. طيب وهنا عندنا مشاكل كبيرة مهما كانت النتائج. هسه احنا اذا بدنا تتكلم عن مفاجآت، يعني انا ما اتوقع اكو مفاجآت ممكن تغير شكل النظام الحاكم او الاحزاب، يعني اذا التشرينيين فازوا بشم مقعد بشم مستقل لا يعني شيء، بالاخر راح تصعد للبرلمان وتصطدم بعقبة المكوناتية والمحاصصة. اي ماكو مشكلة، ماكو مشكلة، بس اكو شروع الان، شروع الان من فريقين بالتحديد المنصب رئاسة الوزراء، شروع من فريقين يقول لك احنا عندنا برنامجين، الكتلة الصدرية والمحور الاخر المتمثل بالفتح ودولة القانون، ممكن راح نصطدم بهذا لتشكيل الحكومة المقبلة، والاثنين عندهم وجهات نظر واطاريح جديدة ممكن لادارة الدولة. من حق اي كتلة تحصل الاغلبية وتشكل الكتلة الاكبر تاخذ رئاسة الوزراء، سواء كان التيار الصدري او فتح او غيره او غيره. طيب لكن تعرف احنا المشكلة داخل العراق الكتلة الأكبر ليست ذات أهمية إذا لم يكن هناك ضوء أخضر أمريكي إيراني ومن المرجعية. فكل الكلام اللي نتكلم عنه فلان رايدها فلان ما رايدها لازم تقرأ الساحة الإقليمية والدولية بما يخص العراق، ومع الأسف أنه هذا هو الوضع الحالي في داخل المنطقة. جميل جميل دكتور، أعود لك بالنسبة أعطيني إياها سريعا، أعطيني إياها سريعا ونرجع للاستوديو. بالنسبة للعراق هناك خطر أو ليش أسميه خطر، هناك منافسة كبيرة خليجية إسرائيلية أمريكية للاستحواذ على السلطة، وهناك أجندة إيرانية جديدة في المنطقة من أجل الإبقاء على نفوذها لكن بوجوه جديدة. هاي الأجنتين راح تتصارع من اجل بقاء في السلطه. اذا خليني افصلهم من ارجع لك، خليني افصلهم لان هاي وديتني بقضيه استراتيجيه واقليميه ودوليه لمنصب رئيس الوزراء.